السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع على الإنترنت بيعمل لك أشكال وتقدر تغير في القيم بحيث إن أنت توصل للشكل اللي أنت عايزه. هو مجرد بس يعني تقدر تقول استعراض لقوة لغات البرمجة جافا سكريبت مثلا. تقدر مثلا تكون بتخطط في شكل مبنى مثلا وعايز تتخيله، فتقدر تعمل حاجة بالشكل دوت. شفت أنا مبنى يعني تقريبا نفس الفكرة كده. طبعا أشكال لا نهائية تقدر تعملها وتقدر تختار مثلا حاجة معينة كده تقدر تعدل فيها زي ما أنت عايز، وتقدر تقول له مثلا راندوم اعمل لي أشكال عشوائية، وتيجي هنا تقول له مثلا أنا عايز التعديلات السيلف سكالر. الاوست بتاعت الاوتلاين بتاعت الماتيريال ممكن تشوف المبنى من كذا اتجاه. انجوي.